ده كلام خطير. سؤال صعب طبعا. رأيك في انسحاب الممثل مصطفى درويش من الفيلم؟ الممثل ده أنا معرفش هو مين بصراحة. ف ايه هنا ليك؟ احنا مش وشي كده يا أستاذة والله. احنا ناس بتوع هلس. الله مدفع. لا عندك الجرأة بقى انت تردي على السؤال ده. ما تزعلنيش. ما تبرقليش. ما تزعلنيش. ما تبرقليش. انا بغى. مش قلقان من حاجة؟ خالص. انت قلقانة من حاجة؟ انت مش شايف انك مقصر في حق نفسك؟ انا ما عنديش ندم في حياتي. عيني مش مكسورة، ما حدش كسر عيني، ما بعملش حاجة غلط. كل كذب بيوجعني انا مش مصدق اننا مش ويا بعض. خلاص. هو ده منطق؟ هو انت وانا يعني انا المفروض اسكت يعني؟ لا مش اسكت. بس الكلام ده ممكن يزعل منك كهربا. دخلنا في الجد. لا لا لا، ازاي بتقولي كده؟ لا لا، مصر ام الدنيا. انا مش بتاع سبوب. اصحابك الرجاله اكتر من الستات. كنت تجيب جون في النادي الاهلي بتاعك، كنت عندك الانتماء المميت ده. طبعا ده اكل عيش. الانتماء راح فين ساعة اكل عيش؟ لو جالك راديو تعمله؟ لو جالي اي حاجه انا حاسسها ومقتنع بيها اعملها، حتى لو برنامج حبر سري. تخيل ليسي لو البرنامج ده بتاعنا لوحدنا. حبر سري في رمضان 2022 مع الاعلاميه اسماء ابراهيم، حصريا على القاهره والناس. اهلا بكم في العاصمه.